لأنه أنت السبب أن صدور كريم جرماني مسألة نووية مسألة مول المشاريع في اجتماع إذا لا مستوى العموم الروتيني أن الجامعة اجتماع في آتي أتسيجيز كريز موصر إن شاء الله ندري تيخد وخا حمسك للمستوى ديخر من اجتماع حمسك مدرسي العلم ولا دار وزير الداخلية ولا دار الولي هاتي أنت قنطري باش نجسدو الأعمال باش أكيتيني المجلس ماشي الرئيس الرئيس إذا كنت هاد القرارات المجلس أكيتيني للمجلس الرأي الناس هاتي المجلس يربي الجامعة سيدي عبد الله البوشواري هاتي وجو سكرتيرا انت غوصل لريغرو تمازيل فاش اختارتي السنات ولا اختارتي الاخوان كان الهدف منه هو نبينو الساكنه على اساس ان واحد الاشاعه كانت دارت على مستوى ساكنه بعض الدواوير اللي كانت متواجده بالمجال الغابوي وتحلت علينا واحد المراسله على اساس ادراج هذه النقطه ديال كراء حقوق القنص بهذاك المجال الغابوي وهذه مجرد مراسله ولكن وارده علينا بطريقه قانونيه تجدوا العمل ماشي هي من منادات الجامعه القرويه ولكن هي مساله مسطريه وينظمها الظهير المتعلق بهذا الجانب وهو 350 76 1 توضيحات اللي شوشاتنا من قبل والحمد لله دابا راه كان عندنا يد الامل بلي ان المجلس ديالنا ما عمره غادي يدير شي حاجه اللي غتضر بالسكينه وبالمنطقه وبالنواحي وباي حاجه عندنا الثقه التامه لان الناس وجهناهم وحطيناهم تما دابا الناس لقاو الاستحسان في هذا الشيء ومزيان هذا اللي قد تواصلي مع الناس يفهموا شويه شنو كاين ويرتاحوا